هادشي عاوتاني اللي قلت لك اللي غادي نقول لكم من ناحيه ديال البورصه ديال ميريكان، انا فايت هضرت عليه في باتريون وكنزيد نهضر عليه يوميا الى اخره. دابا البورصه ديال ميريكان الفرق ديالها ما بين البورصه ديال المغرب هو ان الفالوريزاسيون قيمه ولا تقييم الشركات طالع بزاف مقارنه مع المغرب، طالع بزاف. علاش؟ لان امريكا اولا، ثانيا لان الشركات عندهم واحد البوتونسيال باش يكبروا الى اخره. الشركات ديال المغرب حدو قدو كيدخل واحد الفلوسات وكيفرق علينا وبركه. اما امريكان كاينه بوسيبيتي باش تكبر الشركه وتولي في العالم كامل الى اخره. هذا كيفاش كنتعاملوا مع امريكا ماشي هو كيفاش كنتعاملوا، ماشي نفس الشركات، ماشي نفس الاستراتيجيه، ماشي الشركات سوليد. هذاك الشيء كامل اللي قلت في البورصه ديال الدار البيضاء ما خدامش في امريكا. التعامل مع البورصه ديال الميريكان كاين تعامل واحد اخر، هو اننا شنو كنديروا؟ كنشريو الاي تي اف حاليا في هذه السيتياسيون هذه. الاي تي اف كنعتمدوا عليه اكثر، علاش؟ لان الهبوط ديالو مقارنه مع لي زاكسيون كيكون قليل. بحال دابا مثلا اليوم ناسداك واقيلا هبط 2%، بينما شركات في ناسداك وسط ناسداك كاين اللي هبط ب 10%، كاين اللي هبط ب 12%، كاين اللي هبط ب 6%. اذا انت باش كتشري انديفيدوال ستوكس كتعرض راسك للخسائر كبيره، وخاصه في هذا الوضع هذا اللي حنا ما عارفينش فين هو البارم اللي لتحت، ما عرفناش فين نهبطوا ونعاودوا نطلعوا، ما عرفناش ديك الهبوط لتحت ما واضحاش. خاصنا نبقاو غير في الاي تي اف باش كنحافظوا على ديك الكابيتال ديالنا، ما ناخذوش دقه كبيره، ما ناخذوش شي 60% ولا شي ناقص 70% ولا ما نعرف. اذا مشينا للانديفيدوال ستوكس اللي ما يستاهلوش حاليا، اولا كما قلنا الاي تي اف، ثانيا باش كان اوفسيت داك الضرر اللي واقع علينا في البورتفوي شنو كنديروا؟ كنمشيو نشوفوا الشركات اللي نقدروا نضربوا فيهم غير مده قصيره. هذا شيء انما تداول، نسميوه تداول. بحال دابا مثلا حاليا الشركات ديال الدفاع والشركات ديال الماتيريال ديال العتاد الحربي وداك الشيء، هذه الاولى. شركات ديال البترول الابناك لي طو دانتيري غادي يطلعوا وحاليا كيهبطوا كيعطيونا دي بوزيسيون. هنا الابناك الشركات الحربيه الا بغيتي دير واحد الانفستيسمون شي شويه تكنولوجي، حيت ما عارفينش وقتاش البارم. دابا المشكله الهبوط ما كيكون كبير بحال في اليوم ولا اخره، الهبوط كيكون كبير بحال اليوم هذه، ولكن الهبوط شنو كيطرا باش كنعرفوا راسنا قربنا البارم، باش كنعرفوا راسنا قربنا البارم كتكون شي انفورماسيون صغيره، انفورماسيون صغيره ماشي شي حاجه كبيره، وكنلقاو الماشي كيطلع طلعه كبيره. دابا الا كان شي انفورماسيون ما كاين والو، ما يكون غير والو، الماشي كيطلع طلعه كبيره. هنا كيبين لينا بان داك البول ماركت كيتسنى غير الفرصه باش يطلع، عيا من الهبوط، عيا من الهبوط. العكس عاوتاني فاش كيكون كيطلع غير شي شويه وكتجي شي معلومه كما كانت وكيهبط بزاف، كنعرفوا القضيه راه بان راه حنا الاتجاه ديالنا هو الهبوط. هذه من ناحيه ديال هذه ما انايز تكنيك، هذه بحال قلنا واحد شغادي نسميوها تجربه، نقدر نقول لها تجربه بحال هكا تجربه، لان هذه عشتها انايا مده ديال اكثر من 10 سنين واقيلا في هذا الماركت كنشوف هذه التقلبات. كل مره كتبان لي انا في سميتو هذه كنحاول انايا ماشي نستعملها كانديكاتور، مي كناخذها بعين الاعتبار بان قربنا البارم، كناخذها بعين الاعتبار قربنا البارم. اذا قلنا في الوضع الحالي ديال البورصه ديال امريكا الاي تي اف باش كتهرب، الشركات اللي حاليا كيربحوا، ولكن الشركات اللي كيربحوا حاليا راه ما غاديش يربحوا ديما، منهم شركه ديال الديفنس ديال الحرب وديال البترول وديال المواد الاوليه وديال كاين اليوم راه هضروا على واحد النوع ديال الشركات اخرين، وما دوك الشركات اللي كيصاوبوا بهم لي برودوي اش كيقولوا لهم نتاع الماكله، دوك اللي كيقتلوا بهم الحشرات، نسيت على السميه ديالهم، شتي ديك السميه ديال دوك المواد اللي كيديروا في الماكله، ماشي في الماكله ولكن في الخضار، كيقتلوا بهم دوك الحشرات باش كيكبروا، ما عرفتش سميتها هذيك، مشات لي الكلمه والله الا مشات لي الكلمه. المهم تكتبوها لي نتوما في الكومنت باش نقول. هاد الشركه حتى هما بداو كيرتفعوا دابا لانهم بداو كيتستعملوا اكثر، ولا عليهم الطلب. هادو حتى هما بداو المبيدات، شركات المبيدات كثر عليهم الطلب. شركات ديال الاي في حتى هما شي انما بداو كيطلعوا، المواد الاوليه اللي كتستعمل
في الباتري ديال الشركات ديال الاي في تما ولاو كيطلعوا. هادو كيطلعوا بالتخبيه، هادو ما كتشوفهمش. هادو نورمالمون انت خاصك تعيق بهم قبل الوقت، كتبوزيسيون قبل، كدير واحد زائد جوج ثلاثه. الناس كيكونوا مخلوعين، الناس كيكونوا مدهشرين كيشوفوا روسيا دخلت على 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 اوكرانيا والقرطاس وكذا. انت في ديك الوقيته كتبدا تحلل، كتقول روسيا دخلت، روسيا شنو عندها، اوكرانيا شنو عندها، شكون غيستافد، شكون اللي غيبيع لشكون، شنو غادي يدير هذا، شنو هما المواد اللي غادي نضيعوا فيهم، شنو هذا، شكون هو. كتبدا تجمع، كدير واحد ليست ديال الحوايج اللي غادي يغلاو، حيت غادي طلب غيبقى هو السبلاي غادي ينقص، الثمن غيرتفع. هادو هادو بحال قلنا واحد المومنتم، هادو غير كتوفسيت بهم، كتقد بهم البورتوفي ديالك، كتشري ديفانس كيطلع شي شويه، باقا الحرب راك باقي، بدات كتحيد الحرب، كتبيع كتخرج، كتاخذ داك البلو فالي باش كتعاون به داك دوك لون تيرم انفستمنت اللي كدير في الاي تي اف، بحال في الاندكس فاند الى اخره، باش ما كتبقاش داك الهبطه كبيره. هذه طريقه كنديرها انا. كاين اللي كيستعمل الاوبشنز كطريقه باش ما يخسرش بزاف، كل واحد عاوتاني الطرق ديالو. كما قلت هاد الشركات هادو ما كانفيستيش فيهم بزاف في لون تيرم، لان انا عارفهم هادو كنوصلوا لواحد الوقيته وكنحبسوا. ما 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 الى لقاو حل ما بين روسيا وامريكا، لقاو حل الشركات ديال العتاد الحربي وداك الشيء ما غتهبط، البترول غادي يهبط. الى لقات امريكان مع حل مع فنزويلا وايران باش يعوضوا روسيا، البترول غيهبط. كاين هاد المسائل هادو كتبدا تشوفهم وكتحاول دير واحد سبيكولاسيون صغيره باش تقاد البورتوفي ديالك، ولكن هادو ماشي ديزانفيستيسمون لون تيرم بالنسبه لك. هادو ماشي ديزانفيستيسمون لون تيرم بالنسبه لك، هادو كتقاد بهم بورتوفي. ديزانفيستيسمون لون تيرم ديالك كيكون دائما في الاندكس فاند، وكيكونوا في الشركات الكبار اللي ما عندهم حتى علاقه بهذا الموضوع، هذا ما مقيوسينش اصلا بهذا الشيء كامل، وكتبقى تحاول تستافد من داك الهبوط ديالهم، وكتبدا تراقب البي اي شيئا ما، لان امريكان البي اي ديما طالع. ما نقدرش نقولوا مثلا، لان بحال دابا امازون دابا هابطه بزاف وكتلقى بي اي في 49 ولا ما نقارنوش البي اي ديال المغرب مع البي اي ديال امريكان. مي اش بغيت نقول هو ان البي اي مقارنه مع السيكتور ومع النمو ديال الشركه، انا نعطيكم مثال النمو ديال الشركه، حنا ماشي هذه ماشي شركه هي اللي كنهضر عليها بالضبط، ولكن هذه ان جينيرال نقولوا مثلا فيسبوك، ما تهضرش على فيسبوك، هذه جينيرال فيسبوك. فيسبوك كيطلع بدبل ديجيت، تطلع بدبل ديجيت ياك. البي اي ديالو مثلا نقولوا في 17، والشركه رغم السيتوياسيون اللي واقعه دابا عاطينا 1 ديجيت، قالت لك اسيدي غطلع ب 9% مثلا. هذا هي هذا هو الجاي البيرسبكتيف ديالها في العام الجاي 9%، راه ديجا داك البي فورورد بي اي غادي يكون هابط. المهم سمحوا لي اللي ما كيعرفش هذا البي اي وهادشي اللي كنهضر عليه دابا، هادشي راه فايت هضرت عليه، دخلوا غير اليوتيوب شانل مروكن فاينانشال شو وتلقاو هادشي كامل اللي كنهضر عليه دابا، بي اي والفورورد وداكشي. انت فاش كتشري الشركات الامريكيه ما كتشريش على البي اي ديال دابا ولا على الغوندمون ديال دابا، دائما كتشري على الغوندمون المستقبلي، دائما في امريكان الغوندمون المستقبلي ما كنهضروش على دابا. مي كتشريها مثلا انت في 16 مثلا، وقيلا فيسبوك في 16 وكاين مستقبل ديال 9%، راه البي اي ديالك غادي يهبط. ما انت تاخذها في 16 ولكن هي غتقام عليك في المستقبل، غتقام عليك ب 12. هذا هو السيستم. والا كان واحد 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 التغيير من ناحيه ديال 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 لي سيكتور ومن ناحيه ديال الاقتصاد، كتاخذوا بعين الاعتبار في الانفستيسمون ديالك. انا راه فيسبوك خديتها اكزامبل ما تشريوهاش، راه حيت هي اصلا ما دايرهاش 9% وما دايرش دبل ديجيت، هادشي كامل عطيته غير كمثال باش ما نقولش السميه ديال الشركات اللي كنهضر عليهم، باش ما نقولش شي سميه ويمشي يشري شي واحد ويجي يقول لي علاش ولا اخر. هادشي خديت بهم غادي زيكزامبل. اذا اختصار على البورصه ديال الامريكان، كاين الاندكس فاند والاي تي اف بالنسبه لون تيرم انفستمنت، هادو هما اللي كنشريو في كل هبطه ديال 2-4% باش خصني كنشريهم، كتهبط 2% 4% في الاي تي اف اندكس فاند كنشري، كيطلع ما كنقيسوش حاليا في الوضع الحالي. كنشري الشركات اللي كيستافدوا من الوضع الحالي، وكناخذ بعض المرات العقود الاجله باش كان اوفسيتي قلنا الارباح باش كنقادهم.
وكاين شركات اللي مانفيستي فيهم لون تيرم وهابط فيهم ب 20%. ما عنديش مشكل انا، ما ماشي حتى تربح وكنخرج كنقول لكم واه شتي انا راه واعر راه كنربح. راه عندي شركات بغيتي نشوف الا حليت هذا الشيء ولا ما حليتوش. هو عندي بلاتي انا نوريكم نعطيكم دي بوزيسيون باش تعرفوا. حتى راه هذا هو هذه هي الانفستيسمون ديال بصح. خليني من داك الشيء حتى تربحوا ونجي نبدا نقول لكم وشوفوا انا راه واعر راه رابح. كاينش ديك الهضره، خصكم تعيشوا الواقع كيف هو. في البير ماركت قول شنو عندك، في البول ماركت قول شنو عندك. ماشي حتى البول ماركت وتخرج تقول لنا انا راه واعر، كاينش داك الشيء. قلت حتى دابا ما هذا الشيء نتمنوا صحاب الكريبتو تاهما يقولوه. المهم في جميع الاوقات عندي شركه ناقص 19 ناقص 29 ناقص 26 ناقص 16 ناقص 12 ناقص 12 عنديش مشكل نقولو هادو ولكن هادو دي زانفيستيسمون. دابا حيت انا عندي بزاف ديال لي بورت، المهم هذا موضوع اخر. في هذا البورتفوي هذا هادشي اللي عندي ناقص 19 ناقص 29 ناقص 26 ناقص 16 12 ناقص 12. هادو اللي في الهبطه، هادو اللي هابطين بزاف. عندي شي وحدين فيهم واحد البروفيت نتاع 7% 8%. هادو اللي كنقاد بهم البورتوفي، هادو اللي كنقاد بهم البورتوفي. وهاد البورتوفي راه غادي نوريه في الباتريون، راه غادي نقطع هذا ونحطو تمايا في الباتريون. الناس اللي في الباتريون غادي يشوفوا هاد البورتوفي ويشوفوا النيجاتيف ديالو. هادو شركات هابط فيهم ما بغيتش نبيع. علاش؟ لان انا كنزيد فيهم كل مره كنزيد فيهم، حيت حنا اصلا في واحد الهبطه كبيره دابا باش نكونوا واقعيين. راه المؤسسات الميكانيكيه راه هابطه قيل مع ما عرفتش شحال دابا، وقيل شي 20 ما عرفتش شحال من البيك، ما عرفتش شحال، وقيل شي 15% من البيك. الاس ام بي والناسداك والداو جونز ما عرفتش شحال من البيك. المهم هابطين. اذا كانوا هما هابطين وانا هابط راه ما كاينش مشكل. الخايبه هو نكون انا هابط وما طالعين، هنايا كتعرف راسك انت خربقتيها فشي حاجه. بالعكس هادي دي بوزيسيون كنزيد فيهم، انا كنزيد فيهم بالنسبه لهاد الشركات هادو. كنقاد بهم كما قلت لكم بالديفانس وبدوك اللعيبات الاخرين. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه للاندكس فاند والاي تي اف اللي شاري شحال هادي، ما عنديش فهاد البورتوفي، باقي فيهم في البوزيتيف بارقام كبيره بورسنتاج كبار. لان شاريهم اعوام هادي، ماشي ما شاريهم شي هاد العام ولا في 2020 ولا شاريهم اعوام. وهذوك لونت. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه لـ كيف يتعامل مع البورصه الامريكيه. بالنسبه اللي غيشوفوا هاد اللايف هذا غيشوفوا في اليوتيوب شانل، خصوص ديروا لايك كومنت وانتم براسكم واخا شفتوه سيروا ديروا لايك وكومنت باش ثاني نبقى نزعم ندير لكم لايفات ديما. ثاني سبلاي ديماند، راه الا تندير فيديو ما كيشوفو حتى واحد راه ما بقاش نديرو انا. اني واي نشوفوا دابا الا كان عندك كيستيون.